السلام عليكم خياتي، مرحبا بكم. اليوم جيتكم بوصفة سهلة بسيطة، مقاديرها مضبوطة، اللي هي كيكة أو مسكوتشو تاع زمان. واش نحتاج في المقادير؟ نحتاج 4 بيضات، كل حجم تاعهم متوسط ويكونوا بدرجة حرارة الغرفة. أهم شيء هنا البيت تاعنا كما راكم تشوفوا عندي 150 غرام زيت، عندي ايضا 150 غرام حليب، عندي 150 غرام سكر، و 300 غرام فارينة، وعندي ايضا 2 كيس خميرة، وعندي قشور برتقالة. راح نبدأ على بركة الله. بسم الله، ناخذ اشوار تاعي، نضيف له البيض بهذا الشكل، نضيف السكر، عندنا 150 غرام سكر ومبشور حبة برتقال. نخلط المقادير جيدا، رشة ملح ما تنساوهاش، ونخلط المقادير جيدا بهذا الشكل. وصفة سهلة وتتحضر في 5 دقائق، يعني ما شاء الله. انا حنخلط المقادير مع بعض كما راكم تشوفوا. عندي هنا الزيت 150 غرام، نخلط كل المقادير جيدا. وصفة ناجحة وسهلة، نتمنى تجربوها خاوتي خياتي. هنا حنضيف الحليب بهذا الشكل. انا عندها سر راح يخليها، نعطيه لكم اليوم سر يخليها تجي هشيشة وتجي يعني ما شاء الله. انا هذه المسكوتشو او الكيكة نعتمدها في دائما، نخدم بهذه الوصفة ومحال نبدلها، انها وصفة ناجحة 100%. الان ضفت الفارينة مع الخميرة كما راكم تشوفون، نكمل كامل الكمية تاعي، نخلطوهم مليح. راح نعطيكم المكون اللي نديرو في الاخير وراح يعطي لها النتيجة يعني ما شاء الله، اللي هي 3 ملاعق زيت عادية، نديروهم على الاخير وخلطوهم وراح تعطيكم نتيجة يعني ما شاء الله، كيكة ولا اروع. الان بعد ما خلطت كامل المقادير تاعي بهذه الطريقة، هاوليك الخليط اللي تحصلت عليه، جا ما شاء الله ومقادير يعني مضبوطة كما راكم تشوفوا. سمحوا لي خياتي راني عيانة شوية، رغم هذا اني حبيت نحط لكم الفيديو. كما راكم تشوفوا هنا بعد ما خلطت كامل المقادير، راح ناخذ مول تاع كيك او مسكوتشو عندنا، دهنتو بالزبدة ورشيتو بالفارينة وضفت الخليط تاعي. انا كنت مسخنه الفرن على درجه 180 درجه حتى 200 درجه مسبقا، وندخل الكيكه تاعي حتى تطيب. لما ندخل السكين يخرج لي ناشف، نعرف انه الكيكه تاعي ناجحه بهذا الشكل خياتي. الان راح نديرها في الفرن. هنا بعد ما طابت لي، شوفوا العلو تاعها ما شاء الله، ضعف الحجم تاعها، نتيجتها يعني مش نحكي لكم. انا راح نخليها تبرد بجانب وراح نحضر معاكم غاناج وشوكولا، يعني غاناج روعه. هنا راح نخليها تبرد لاني ما قدرتش نخدم بها هكذا. الغاناج واش نحتاج فيه؟ نحتاج ملعقتين زيت عاديه، ملعقتين كريم شانتيي الغبره، نحتاج ربع كاس ماء، وعندي 100 غرام شوكولا بالحليب. وانتم استعملوا الشوكولا اللي عندكم، يعني بالحليب ولا شوكولا نوار او شوكولا سوداء. ناخذ اناء، نضيف الزيت اللي هما ملعقتين ما راكم تشوفوا، نضيف 2 ملاعق شانتيي، انا كنت كيلتهم، نضيف ربع كاس ماء،
المقادير خياتي مضبوطة لنجاح الكاناج، لازم تتبعوا المقادير يعني بالضبط. انا راح نديرهم فوق النار ياخذوا الغليه، بمجرد انهم يبداو يغلو نحيهم من على النار. لما يغلي معايا الخليط راح نكمل معاكم الطريقه. احنا هنخليه يغلي غليه برك، يرفد الغليه ونحيه. هنا بعد ما غلالي هنضيف الشوكولا تاعي بلا ما نرجعوا للفرن. راح ذوب لي الشوكولا ونتحصل على كاناج يعني ما شاء الله يعطي للكيكة يعني منظر رائع وذوق أروع. دوك تشوفوا معايا النتيجة، جا ما شاء الله يبري لمع كما راكم تشوفوا. أنا ذا الكاناج الكاناج نعتمدو في وصفاتي، في كيكات، في الباتيسري، في كل حلوة يعني. كاناج يعني روعة. هاي ليك النتيجة تاعو، عطاني لون يعني روعة. وذوقو ما عندي ما نحكي لكم، جربوه ورجعوا لي بالخبر. كان سبق وحطيته في القناة لكن عاودته معاكم بهذه الطريقة السهلة. جا ما شاء الله لونه رائع. راح نخليه يبرد. هنا بعد ما بردت لي الكيكة، هاي ليك النتيجة تاعها، جات ما شاء الله. شوفوا العلو تاعها، الشكل يعني اللون ما شاء الله طابت لي يعني بالقيس. هنا عندي كاوكاو مرحي للتزيين، اختياري التزيين على حسب واش حبيتو. والكاناج تقدروا تستغنوا على الكاناج، ديروا برك سكر كلاص. هاي ليك، راح نفرغ الكاناج تاعي بهذه الطريقه. يعني وصفه سهله واقتصاديه وناجحه. ان شاء الله اخياتي يعجبكم الفيديو والطريقه. انا هذه هي الكيكه تاعي اللي نعتمدها في دائما لانها سهله اقتصاديه ويعني النتيجه تاعها ما شاء الله. هنا بعد ما ندير الكاناج تاعي اللي عاود يهبط لي من الكيكه تاعي، نعاود نرجعو نديرو فوق الكيك. ما حنا مي والو، حنا نعاود نريكيبيريه ونديرو من الفوق بهذه الطريقه. ستكون يعني تي كيكه ما شاء الله شكلا ومذاقا. وتعرفوني انا نحب ندير لكم كل ما هو اقتصادي، كل ما هو ناجح. هاي النتيجه ما شاء الله يعني حمر الوجه، القهوه العصر للضيوف على غفله يعني ما شاء الله. ما راكم تشوفوا في 5 دقائق تحضريه، نتيجه يعني روعه. ان شاء الله خياتي يعجبكم، وما تنساونيش باللايكات تاعكم اللي نحبهم والتعليقات الايجابيه اللي نفرح كي نقراهم والبارطاج اكيد. هاي لك النتيجه، راح نقسم معاكم. صدقوني جا خفيف جا هايل. هنا كان الكاناج مازال ما شتش روحو مليح، ثم خلوه يشد روحو. هاي لك النتيجه، شوفوا جا ما شاء الله، جا على شكل اسفنجة. شوفوا جربوا خياتي، ان شاء الله يعجبكم. وانتظروا مني الجديد، كل ما هو جديد واقتصادي. واكيد ما نبخلكم بحتى حاجة. نتمنى يعجبكم وتجربوه وتدعوا لي معاكم. يعني واش نحكي لكم عليه، يعني ما شاء الله يفرح وما فيش مكونات بزاف، اقتصادي. ان شاء الله خياتي يعجبكم الفيديو وتجربوه. نقول لكم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.